عليك، برافو عليك، برافو عليك. ايوه قدرت تجرحني وانا عمري ما جرح، قدرت تجدعني وانا عمري ما جرح. مثلت دور عليا، مثلت مية مية، مثلت دور عليا، مثلت مية مية. انا معجب بيك وقلبي بيبعت لك تحية، برافو عليك. احنا هنقعد ساعة نقول برافو عليك. ما نعمل ايه؟ ما كانش نشوف. لما بدا يتسنى، لما بدا يتسنى. يا زمردة، يا زمردة. نعم يا مولاي. انني اشعر ببعض الضيق والملل وكده يعني. تشعر ببعض الضيق والملل وكده يعني وانا موجودة؟ اه. طب اخلي بتاع ربابا يسليك؟ ما هو كانوا بيعزفوا معاه تلاتة هبل ولا سلوني ولا حاجة. طب اعمل لك ايه يا مولاي؟ زمردة انا عاوز. عاوز ايه؟ يا فضحتي ستي هتشوفني. ايه شغل الخدامين ده يا بت؟ ده على طول اللي في دماغك؟ لا انا عاوز ابعتك لشاهين. شاهين بتاع الفسيخ؟ ما انا ممكن اعمله لك بايديا والله. ايه الزفاره دي؟ فسيخ ايه؟ شاهين. شاهين مين؟ شاهين اللي كان متجوز ياسمين امراتي. شاهين الكلب؟ ايوه. عايز ابعتك لشاهين تستدرجيه، ها، وتخليه يميل ليكي، وبعدين تجيبه لي لغايه القصر هنا. حاضر يا مولاي. اهم حاجه شاهين ده عنده ملفات كتيره جدا بتاعتي، منهم الملف بتاع سبب حبسي. الملف ده يجي وبقيه الملفات تتفرم. ها، امرك يا مولاي. ده كفايه ان انت اللي حررتني. لا حررتك ولا بردتك، الملفات دي اهم حاجه. حاضر. مش عايز رغي كتير، تجيبي الملفات وتيجي. يلا اتكل على الله. امرك يا مولاي. بس هو انت لسه بتفكر في الانتقام؟ اه طبعا بفكر في الانتقام. طبعا انا اساسا امير الانتقام. انت ما شفتيش اللي حصل لي؟ احلى سنين عمري راحت مني وانا جوه في السجن. فاتني حاجات كتيره قوي يا زمردة. فاتني وانا في السجن ابويا الله يرحمه لما مات. ابويا لما مات كان فيه عزا، كان في عزا في الحمدية أنا ما حضرتوش، فاهمة يعني إيه؟ غير كده ياسمين مراتي اللي خدها مني واتجوزها شاهين الكلب ما حضرتش فرحهم، وكان في أوبن بوفيه رهيب رهيب، كان جمبري بالهبل بالهبل. والأهم من ده كله فاتني يا زمردة افتتاح فيلم ميكي. عارفة يعني إيه ما حضرش الافتتاح؟ فنانين مصر كلهم كانوا هناك. أوه. هنيدي كان هناك. فاتني كتير قوي يا زمردة. خلاص يا زمردة، خلاص يا زمرد، خلاص يا زمرد. انت اتعذبت كتير. خلاص يا زبالة. انت اتعذبت كتير قوي يا مولاي. ايوه. بس ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي اسألي زي ما انت عايزة، زي ما انت عايزة يا زمردة، اتفضلي اسألي. انت حكيت لي على كل حاجة في حياتك، بس ما حكيتليش جبت الثروة دي منين. دي اسمها ثروة 25. ايه؟ ثروة، لا مش دي، لا ثروة 25 كيلو ذهب كانوا موجودين في كنز في الصحراء. انا رحت خدتهم من خلال راجل طيب قابلته في السجن، مات لوحده سبحان الله. السيد جعفر شهبندر التجار. جعفر جاي. اتكلي انت على الله، روحي لشاهين وخلصي المأمورية اللي قلتلك عليها. حاضر. سمعا وطاطا يا مولاي. سمعا وطاطا؟ اه.
اسمها سمعا وطاعة، جاية من الطاعة. سمعا وطاعة يا مولاي، مش وطاطة. يعني ايه طاطة؟ سمعا وطاعة. على فكرة جعفر في الباب. جعفر في الباب؟ ايوه في الباب. يعني الباب فيه جعفر يعني؟ اه جعفر على الباب، اسمها جعفر على الباب مش في الباب. اتفضلي اتفضلي. لما بدأت بتموت في الرقص البت دي. فليتفضل جعفر. سمو الأمير عز الدين. ها جعفر، عندي لك خبرين يا سمو الأمير، الأول سعيد والتاني تعيس، تحب أبدأ بأي خبر فيهم؟ ابدأ بالخبر التعيس عشان أكتئب، وبعدين تلحقني بالخبر السعيد عشان أكتئب. الخبر التعيس، قافلة فوانيس رمضان اللي أنا مشارك سموك فيها طلع عليهم. إيه طلع عليهم كلاب ولا إيه؟ لأ، طلع عليهم قطاع الطرق واستولوا عليها. يا خرب بيتك يا هلا يا أمير عز الدين. إيه ده يا مولاي؟ مش دول قطعين الطرق اللي أنت باعتهم؟ سيح 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 وبوظ كل الخطط. الحقني بالخبر السعيد. الخبر السعيد يا مولاي، قافلة فوانيس رمضان اللي أنا بشارك سموك فيها حملت وطلعت. على الله ما يطلعش عليها قطاع الطرق ياخدوها هي كمان. الظاهر إن سموك ما فهمتش. لا أنا فاهم كل حاجة يا جعفر، أنا مشاركك وأنت المسؤول عن تأمين القافلة. قافلة تتسرق دي مش مسؤوليتي، دي مسؤوليتك أنت. أنا فلوسي تجيلي هنا على داير مليم يا جعفر. ولو ما جاتلكش يا عز الدين؟ أنا لو عز الدين كنت سبتك، بس أنا مش عز الدين. أمال أنت مين؟ انظر إلى وجهي. عمر الدين؟ ملناش دعوة برمضان، انظر أبعد. 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 أنت رحت بعيد قوي، قرب شوية. انظر إلى هذا الوجه، ألا يذكرك هذا الوجه المليء بالرياكشنات بأي شيء؟ حسن الهلالي؟ لا، أنا حسن الهلالي.